مجلس وتنسيق السعودية البحريني هو دلالة على عمق التعاون بين مملكة البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، كما أنه ثمرة من ثمار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. ثمار للعلاقات المتميزة التي تجمع بلدين شقيقين، وإيمانا من جلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين أن التعاون المثمر يدعم التوجهات المشتركة على كافة المستويات، يأتي مجلس التنسيق المشترك كدلالة على عمق التعاون بين مملكة البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. وما يزيد هذا المجلس قوة وعزة هو رفع مستوى التمثيل في المجلس ليكون برئاسة وليي عهد البلدين الشقيقين. يشرف مجلس التنسيق المشترك على جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين المملكتين، وذلك منذ تأسيس المجلس في 28 من يوليو عام 2019 خلال جلسة مباحثات عقدت بين وزيري خارجية البلدين، إذ تمثل المجلس عدد من اللجان التي تهتم بتطوير أوجه التعاون في كل من المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية والاستثمارية والاجتماعية والحيوية بين البلدين. ونجد أن مجلس التنسيق المشترك يشكل عنوانا جديدا لعمق العلاقات الخاصة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ونموذجا للعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمعهما على مر العصور والتي أثبتت متانتها وقوتها رغم كل ما مر ويمر بالمنطقة من مخاطر محدقة وأطماع مستمرة. إن رفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق المشترك يؤكد المواقف المتبادلة والثابتة الداعمة للبلدين في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وهو دليل على أن علاقات البلدين تمثل نموذجا مثاليا للعلاقات بين الدول، وأن مصادر التهديد والخطر المشتركة يتعين مواجهتها معا، وأن ما يجمعهما من تاريخ وتراث ومصالح حيوية وعلاقات الأخوة والنسب والمصاهرة لا يمكن لكائن من كان أن يعبث بها، فالبلدان كيان واحد يعمل من أجل الوحدة والتكامل لتحقيق الخير والرفاهية لشعبيهما الشقيقين ولحماية استقرار وأمن العالمين العربي والإسلامي والعالم ككل.